خلينا نبدا حلقه اليوم مع الكابتن رابح ماجر. النتائج الطبيعيه اللي شفتها كما متوقع، فوز المنتخب الياباني وكذلك المنتخب الايراني والمنتخب الاماراتي. اعتقد النتيجه اللي المنتخب الياباني امام المنتخب الفيتنامي، الفيتنام، يعني لم كن ننتظر يعني الاداء بتاع المنتخب الفيتنام. ما ننسى كان متقدم هدفين مقابل هدف، نعم، وخلق مشاكل كثيره للمنتخب الياباني رغم تألق، والفريق ممتاز جدا الفريق الياباني، ولكن لاقي صعوبات، وفي الاخير الخبره قالت الكلمه الاخيره. 4 أهداف.